مشاهدينا في المملكة العربية السعودية، السلام عليكم ورحمة الله. إليكم الأحوال الجوية المتوقعة خلال الأسبوع القادم. نتوقع الأسبوع القادم أجواء حارة إلى شديدة الحرارة في معظم مناطق المملكة. مشاهدينا، التفاصيل بعد الفاصل. مشاهدينا أهلا وسهلا بكم مرة أخرى. بنلاحظ أن الأجواء المتوقعة يوم الأحد رايحة تكون أجواء حارة في المناطق الشمالية، الشمالية الغربية 36 العظمى والصغرى 25، المناطق الشمالية الشرقية 36-25، المناطق الغربية أجواء حارة 39-30، والمناطق الجنوبية أجواء غائمة جزئيا مع سقوط زخات رعدية من المطر 29-20، ومنطقة الرياض والمنطقة الوسطى أجواء حارة إلى شديدة الحرارة 46-42، والمنطقة الشرقية أجواء حارة إلى شديدة الحرارة 45-34 درجة مئوية. أيضا يوم الاثنين أجواء تقريبا حارة إلى شديدة الحرارة مع نشاط في سرعة الرياح في المناطق الشرقية، وتثير الغبار والأتربة وتؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية. المناطق الشمالية الغربية 37-25، المناطق الغربية أجواء حارة 38-29، والجنوبية الغربية غائمة جزئية مع سقوط زخات رعدية من المطر 31-21، الرياض والمنطقة الوسطى أجواء حارة 44-32، المنطقة الشمالية الشرقية 38-24، المنطقة الشرقية نشاط للرياح وإثارة الغبار والأتربة وتدني مدى الرؤية الأفقية، وأجواء حارة 42-32 درجة مئوي. يوم الثلاثاء أيضا استمرار الأجواء الحارة، المناطق الشمالية الغربية 38-25، المناطق الغربية 38-29 أجواء حارة، الجنوبية الغربية أجواء غائمة جزئيا مع سقوط زخات رعدية من المطر 30-20، المنطقة الوسطى والرياض أجواء حارة 43-31، المناطق الشمالية الشرقية أجواء حارة 40-27، والمنطقة الشرقية أجواء حارة 42-33 درجة مئوية. أيضا استمرار الأجواء الحارة يوم الأربعاء، المناطق الشمالية الغربية 38-25، المناطق الغربية 38-30، المناطق الجنوبية الغربية أجواء غائمة جزئيا مع سقوط زخات رعدية من المطر 28-18، والمنطقة الوسطى أجواء حارة 43-31 مع ظهور بعض السحب المنخفضة، والمنطقة الشمالية الشرقية أجواء حارة 42-28، والمنطقة الشرقية أجواء حارة 43-33 درجة مئوية. أيضا الخميس استمرار الأجواء الحارة، المناطق الشمالية الغربية 38-26، المناطق الغربية أجواء حارة معدلة 39-21، المناطق الجنوبية الغربية غائمة جزئيا 27-19، ومعدل درجة الحرارة العظمى في المناطق الوسطى بحدود 44 درجة مئوية والصغرى 32، هاي المنطقة الوسطى ومنطقة الرياض. أما معدل درجة الحرارة العظمى في المناطق الشمالية الشرقية 41-28، ومعدل درجة الحرارة العظمى في المناطق الشرقية 42، ومعدل الصغرى 34، أجواء حارة في معظم مناطق المملكة. كذلك يوم الجمعة أيضا استمرار الأجواء الحارة، معدل الحرارة العظمى في المناطق الشمالية الغربية 36 والصغرى 27، المناطق الغربية معدل الحرارة العظمى 39 ومعدل الصغرى 29، المناطق الجنوبية الغربية معدل العظمى 28 ومعدل الصغرى 19، المناطق الوسطى ومنطقة الرياض معدل العظمى 45 ومعدل الصغرى 31، المناطق الشمالية الشرقية معدل العظمى 40 ومعدل الصغرى 27، وكذلك المنطقة الشرقية معدل العظمى 41 والصغرى 33 درجة مئوية. مشاهدينا في المملكة العربية السعودية، شكرا لمتابعتكم، ولكم أجمل تحية مني ومن طقس العرب، ونترككم في أمان الله.